مش نفس درجة الحالي. لا اتمنى عمره لا اللقطة دي عندها 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 مينيموم ظل 12 سنة 12 ما شاء الله والعمر عنده دور وبرشا حاجات. هو شو اش قال سيدنا ابراهيم؟ فاجعل افئده من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولازم نمشي على طريق الدوله عليه اذا كان لقيت بره مثلا لما تبدا منكم الاولى منظم اخير الحقيقه سينو والله تتعب غادي هو يلزم صراحة حتى لو غادي كراو هاو يمشي ما حتى ما غير على الواحد لكن يضيع فيها اي لكن نعرف اما اذا تتعب نعرف لكن تتعب اي في بيت اما لا اي اما اللي يبدا يمشي وحده وخسر معاه مراه ولا حاجه لا لا يبدا وحده صحيح اما يبدا مع واحد اما اللي حبيت نقول يلزم الصحه راهو كان واحد كبير قال مش تمتعت راهو مش صحيح والله لا صحيح راهو حد وحدك البلازما في اللوتي لو كنت تفرج على الكعبه وكهو. الله يكرمنا جميعا ان شاء الله يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا رب من لدنك علما زدنا يا رب يا رب يا رب زدنا من لدنك علما واخلاصا دائما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقران، اللهم اكرمنا بالقران، اللهم لا تهنا بالقران، ارفع شاننا بالقران برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سهل اللهم لكل مشتاق للحج والعمره يا رب العالمين يا كريم ان شاء الله ربي يكرمنا. آية سوره المؤمنين نقول او سوره المؤمنون او سوره الفلاح او سوره قد افلح او السوره التي يذكر فيها المؤمنون واضح كلها تسمى سوره. وكانت تذكر سوره المؤمنون مكيه ولا مدنيه سيدي المعلم؟ شفت الكراسة مش معناها مكية ضابط وبهذا قلنا أن السورة المكية نزلت قبل الهجرة والسورة المدنية بعد الهجرة. والسورة المكية دوما نجد أنها تعالج قضايا التوحيد والعقيدة واضح لأن قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحط في العرس بتاع التوحيد فمن البديهي أن السورة المكية يعني تتكلم عن التوحيد. ثم السورة المدنية نزلت بعد الهجرة نعم. ومن القرآن ثم ما نزل ليلي ثم ما نزل نهاري ثم ما نزل سفري ثم ما نزل حضري ثم في أوقات الصلوات نزل القرآن وفي غير أوقات الصلوات وفي حجرته صلى الله عليه وسلم وغيره واضح. والقرآن الكريم موجود في اللوح المحفوظ ثم أوحى الله به سبحانه وتعالى بواسطة سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة واضح. نزل منجما يعني مفرقا حسب الأحداث كل حادثة تنزل فيها. نحن تو في شهر شعبان شهر مبارك الله يجعلنا فيه القبول إن شاء الله بلغنا رمضان. في حاجات صارت في شهر شعبان إنه في السنة الثانية للهجرة فهو يبقى شهر الصيام شهر رمضان صح. وفي شهر شعبان أيضا نزلت الآية المشهورة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذه نعم أيضا في هذا الشهر نزلت هذه الآية الكريمة. وهذا الشهر كما قبلنا وعم محرز هذا الشهر يسمى شهر القراء شهر القراء الذي يعني الإنسان يقرأ فيه كلام ربي سبحانه وتعالى باش يحضر روحه إلى 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 قولوا معايا إلى شهر رمضان. باهي ثم مسألة مهمة نحب نبدأ بها الحصة نتاعنا أفهموني مليح مليح هي شاقة لكن هذه أمانة قدام ربي سبحانه وتعالى. باهي أنا تو قاعد مثلا تقول لي سيدي راني جاي نقرا بحذاك تو هاي منين بديت تقرا معايا تقول لي راني بديت نقرا مثلا من سورة مريم إلى سورة المؤمنون توصلت معاك. باهي أنت سيدي الباهي ما شاء الله عليك بديت تعرف تقرا بالباهي والقراية ما شاء الله سليمة وكذا. نحب نسأل سؤال مانيش نحكي على الحفظ راهو نحكي على القراءة على القراءة. وتنجم تكون انت ما شاء الله عليك قريت التيوريك يعني الدرايه علم التجويد قريته نظري وكذا وما شاء الله عليك تجنقل فيه واضح به. لكن سؤالي قريت سوره الاعراف على شكون سمعك وصلح لك والا لا؟ واحد اعطيتك مثال راهو قريت سوره يعني قلنا احنا من سوره البقره لسوره الناس يا سيدي بحكم الناس يتابعوا فينا تو يسمعوا فينا
انت القران كله قريتوش على شكون من اوله الى اخره ويسمع. راني مش نحكي على الحفظ، نحكي على القراءه، نحكي على القراءه. واضح؟ عوام الناس نقول لهم اقرا لوحدكم ما يهمنيش فيكم، اما نحكي انا اول واحد بين قوسين يعني مثقف، قل انا نعرف نقرا وكذا وكل شيء، نحب نسالك انا قريش القران على شكون. تقول لي سيدي ماني انا نعرف قواعد التجويد يا شيخي، ما مش نطبق القاعده على الكلمات القرانيه الكل، سواء في سوره يونس ولا سوره العنكبوت ولا القصص ولا سوره الناس، هي بقى قاعده. سؤالي هل انك انت طبقت سنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذه للقران من حيث التلقي والمشافه ام لا؟ كل واحد من يسال نفسه. اكيد الجواب مش يقول لي لا، راني ملي حليت عينين حلنا خلي تو تعلمت حليت مصحف وكل شيء. شوف سيدي الباهي، ينبغي نحن خاصة نقرأ في القرآن، ينبغي الإنسان ماشي يشد المصحف قبل ما يبدأ يقرأ سورة يمشي يقرأها على ما سمع شكون؟ شيخ ولا شيخة ولا زميلك ما شاء الله عليه متقدم في القراءة ويكون قد سمعها السورة هذيك من شيخ وكذا ولا قراها. واضح؟ ينبغي راهو به. نقول نحن يا سيدي أنا لوجت وكذا وبشق الأنفس وما لقيتش شكون يسمعني، أضعف الإيمان أنك تحط شيخ يقرأ على الأقل على اليوتيوب ولا كذا وتسمع وتتبع معه، أضعف الإيمان. لكن راهو ماهوش كافي، راهو ماهوش كافي. ربي سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني من شروط تلقي القرآن التلقي والمشافهة، يعني عرض شد مد يحمد قلوا نحن. واضح؟ يعني سيدنا جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. واضح؟ بعد شنو صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سيدنا جبريل يسمع. هكذا كان كنت يعني السلم كان يعارض ولا كان يعارض القرآن على سيدنا جبريل كل مرة في رمضان. واضح ولا؟ ولذلك يا خيين يراهي نصيحة، نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، باش الواحد ما يقولش راهو ما لقينا حد نصحنا ولا غيره. أنا مثلا يا خويا ما قريتش من سورة مريم من سورة الناس هذه ما قريتها على حد. نعرف مثلا سبقني سي حمودة عم لطفي اللي هو بربي مش ناخذ من وقتك ربيع ساعة. يا خويا ما نجوش بالتليفون، نحب نقرا عليك انا من المصحف نتاعي، كان ثم غلطه صلحها. ماهوش باش يطلب منك انك باش تقرا كذا، باش على الاقل هكا ثماش كلمه مثلا باش نعطيك يا هدي نتاع سوره يونس مثلا، كيفاش تقراها مثلا؟ ولا كيف هي عين صاد باش تقراها؟ ولا حميم عين سين قاف باش تقراها؟ وبرشا كلمات في القران. ولذلك توا كل واحد منكم، واللهم اشهد اني قد بلغت، كل واحد منكم يشوف شكون ما شاء الله عليه يعني سابقه في القرايه يقول له اعطيني من وقتك باش نقرا عليك، اعطيني من وقتك باش نقرا عليك باش نعرف اذا كان ثم غلطه هكا ولا هكا. واضح يا جماعه؟ راهو امانه، امانه قدام ربي باش ما نجوش نشد مصحف وكسر خاطر تو ماهو نحن الغالب المسلمين. شنو تو انا نروح تطيب هكا في رمضان ونبدا نقراه ما شاء الله علينا وكل شيء، اي معاك انا تقرا راهو على عيني وراسي، قلت لك خاصه عوام الناس اقرا ما يهمنيش فيه، اما انا تو نمشي نحضر في ملة قرآنية ولا نحضر في كذا ولا نعرف نقرأ ولا نتكلم باسم الدين ولا غيره. أنت قريت القرآن الكل ولا ما قريتوش؟ هذا هو الضبط. نعاود ونقول مانيش نحكي على الحفظ، نحكي على القراءة، قراءة شديت المصحف بديت يا ربي يعمل عليك. ولذلك راه واجب هذا، واجب يعمل زهر، واجب في حق كل مسلم ومسلمة. ها عندنا شهر شعبان ما شاء الله نحضروا الواحد. إذا كان تتفق مع شكون ما شاء الله يقرأ هو حتى ماشي يتبع معاك من المصحف، هو قال يقبل وسامع باش تبدا تتبع ما شاء الله، إذا كان ثم غلطة تصلحها ما شاء الله. أما تقول لا وبرا بركة وكذا لا. مفهوم يا سيدي حمودة؟ ثم اعتراض ولا حاجة؟ لا عليه صدق الله العظيم لا، أما نحكي لازم هذايا لازم. والله قلت لهم قداش من مرة يا جماعة كيف هي عين صدق راه ليك وهيعص والله والله شو الماس؟ واحد قال لي ايه الماس اي توفى اللي قلت له شغل الف لام ميم قال لي الم صدقوني عندي شكون اقرا علي صدقوني ويحلف قال لي هذاك هو كيف حفظتها وان امراه خافت من بغلها والله يقرا فيها من بغلها يا عم انا نقول له عاود شدني الكريز نتاع الضحك عرفت عاود بعد قال لي شبيك شيخ تضحك علي يا اخي قلت له والله لا ما غير عاود اسمع روحك عاود يجي خمس مرات ما فقش فيها قلت له قال لي قلت له تقرا عادي قال لي والله حفظتها هكا ولا شو اسمه وعنده كتاب ورش عرفتوه ورشه لحم
ثم قشة صغيرة فوق حرف العين، هي وإن امرأة خافت من بعضها يعني زوجها قرها بغليها برس كيفش تحلها معه وا 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 وإلى غير ذلك. كاو كالله المستعان. أي ما هو عندي واحد زاد من قفص الله يرحمه توفى، كان يجي من شيرتك فندق جديد كبير في السن، يجي يأخر عليه شوية نكاو جاء صوت النساء هي فعظهن قاقرها فعظهن. قلت له عم محمد راهي فعظهن، قال لي اليوم بالذات مش أقرأها فعظهن. قلت له علاش؟ قال لي عظيت براوي شيء خدت عليك طبقها. الله يذكرنا جميعا بالخير. أما بالله راهو أمانة يا جماعة، والله هذه كلمة شيخ الحفير ما بين اثنين، القرآن أمانة، القرآن أمانة، طبعا القرآن أمانة واضح. هيا سيدي بسم الله نبدأ سورة المؤمنون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا
منكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا
عبادي واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أيوة سيدي بسم الله يلا سيدي هات بابا هاي تفضل مرحبا هات بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الذين هم
من خشيه ربهم ماشي خاء خاء من خشيه ربهم خشيه ربهم خشيه را را فخم الرابع خش خشيه ربهم مشفقون خشيه ربهم مشفقون من خشيه رب لا مش من من خشيه ربهم مشفقون نعم خشية ربهم يعني جلال الله وعظمته خشية الله عفوا خشية ربهم خشية الله يعني جلال الله وعظمته مشفقون يعني خائفون حذرون يعني من خوف عذابه حذرون تفضل يا سيدي تفضل بعد أعطيه منين تفضل سيدي والذين هم والذين هم بآيات ربهم ننطقها الهمزة سيدي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون شو اسمعني أنا شو والذين هم ريتنا كيش نقطعها هي سميت الهمزة بالقطع همزة القطع لأن صوتها يقطع أو يقتطع قطع وهو أبعد صوت شو شو البقعة هذه الرطبة هذه اللي هنا الصوت متاع الهمزة يهبط له ما يطلعش لفوق مش بآ تولي مسهلة بآ يعني كانوا كما نقول أنا القلم هذا الطب وها الصوت نط لهنا يمشي على المستوى هذا عاود ترى والذين هم بآيات زيد والذين هم بي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم يو والذين هم بآيات ربهم يؤمنون لا عاد ذاك السوسي والحمزة في الوقف والورش فنحن نقول يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي نعم يؤمنون يعني يصدقون فالإيمان هو التصديق واصل سيدي والذين هم سيدي تقي ضم الشفتين بالبه في الهاء في الهاء في الهاء والذين هم شو شو أنا شو هاش أو أو بالفرنسية هو شو شو إيش نعمل ركز معي نضم القدام من غير صوت بعد نجيب الصوت هذه استوعبها المعلومة نضم غير بالقدام بالبه بالبه نضم من غير صوت بعد نجيب الصوت قول ترى هي أي هم لا أنت كذا ما جبت مع الصوت مع بعض هم أيوة والذين هم برب والذين هم بآية والذين هم والذين هم بربهم لا يشركون أي نعم يعني حرف الميم هذيك ما تلقوش فوقها سكون واضح ولا فوقها سكون هذيك معناها ننزلوا على حرف الميم هم بي لكن نسكروا شفتين بالميم نخرجوا بالباء ركزوا في في الحكاية هذه دقيقة هي نسكروا بالميم نخرجوا بالباء ما بين ما وقت التسكيرة متاعنا وقت الباء نبقوا نزلين مليح والذين هم بي ما نقولش هم ما نقولش هم ما نقولش هم بي نخلي لا هم بي هم بي فهمتوها؟ تفضل يوزر سيف والذين يؤتون ما آتوا وقلوب ترعود لي آتوا كيف تقرأها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم علاش آتوا آتوا وقلوبهم عليه ما آتوا وقلوبهم هنا إدغام متماثلين سيدي يوسف واو ساكنة مع واو متحركة إدغام متماثلين ما نعمله نحن الغنة كان في النون والميم خذها قاعدة وهنيك مغمضة في القرآن الكل كان عندي حرف ميم ساكن وبعده حرف ميم راه نعمل الغنة والذين هم هم من عذابي مثلا هم من اوكي متماثلين ميم في ميم من نعمتي نون في نون هذاك نجيب الغنه باقي الحروف ما نجيب غنه مبين التشديد من غير غنه والذين يؤتون ما اتوا اتوا مش اتوا اتوا قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون راجعون أنهم إلى ربهم راجعون
أي نعم، هذه الصفة الرابعة من صفات المؤمنين. هكا ولا إيش قال ربي سبحانه وتعالى؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الأولى. الثانية، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الثالثة، والذين هم بربهم لا يشركون. الرابعة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه الصفة الرابعة من صفات المؤمنين، يعني الذين يعطون العطاء من زكاة وصدقة ويتقربون بأنواع القربات لله تبارك وتعالى، طبعا من أفعال الخير والبر، لكن يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. أخيرا قالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يعني أنهم وقت المشاجع ربي زعم مقصرين في العمل متاعنا ولا مش مقصرين. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني؟ أهو الذي يشرب الخمر؟ أهو الذي يسرق؟ أو هو الذي يخاف الله تبارك وتعالى؟ شكون الصنف هذه بالضبط؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو مع ذلك يخاف ألا يقبل منه الله عز وجل. لذلك الإنسان ديما بين واضح. نعم تفضل يا سيدي. باهي، نحن سامحني سيد أحمد، نحن في رواية الإمام قانون نقول قلوبهم واجلة، مش واجلة، ثم قراءة واجلة، لكن نحن واجلة اللي هو ماهيش ممدودة. تفضل يا سيدي. أولئك يسارعون، انتقل الهمزات، أولئك يسارعون، انتقل الهمزات يا سيدي، اصلح حالك. أولئك تسمع في الهمزة كيفاش، مش أولئك، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كما قلت لسيدي تقي على حرف الهاء، وهم مش وهم، وهم هو وهم لها سابقون. ليه ليه لها لها سابقون، وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. ايوه سيدي، ولا ربي قال اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. باهي، مش ندخل انا وعم محرز الجامع، دخلنا مع بعضنا هك، عم محرز اكبر مني، قل له تفضل عم محرز، انت الاول ولا انا الاول؟ شو نعمل اليوم؟ فاستبقوا الخيرات. واضح، كل واحد يضرب على دربويه يا ارحم والديه. لا غاديك تيح كل شيء، غاديك غاديك هاك، علاش ربي قال فاستبقوا الخيرات؟ ما فيهاش هذه شكون اكبر ولا لا. ولذلك اقصد سبحان الله الايه محلاه، لان هكا قال اولئك يسارعون في الخيرات، بالرغم انهم يسارعوا لكن هم لها سابقون. اي نعم يا شيخ تفضل. يسارعون زاد في الصف الاول في كل شيء، كل شيء، اما مش في الصف الاول. يبدا اسمه الناس جايه من الحديث نتاع الصباح، وانت تجي غير درج المدي ساعه وتبدا تخطى في الارقام، تخطى في الصفوف وتجي تقعد في الصف الاول. انت تقعد في الصف الاول وشافوك الناس في الصف الاول، لكن انت اثم، تاثم، راهو تاثم. تاثم، نعاود نقول تاثم، حتى من باب الادب لابد ان يجلس الانسان حيث ينتهي به المجلس، قاعده هذيك هي. واضح. تقول لي سيدي هاني انا دخلت وشفت اسمه الصف مازال فارغ، لا لا، انت تقعد في البقعه غادي، ما تمشيش تقعد فيها ولا تكلمه، مش زاد الامام يخطب. واضح. اما انك تجي مخر وكذا لا. عندنا مساله اخرى، تو جايبنا عاد رمضان، عاد التراويح، بارك الله. هاي سي لطفي، بربي اسمع انت، ما نعرفك تاكل شويه ما تبتاش، بربي انا راني مش نمشي بحذا نسابي وماش نضربها قد قد، هاك تمشي للصف الاول اضرب لي بحذاك سجاد بعد، شنو وسيلة في حد سجادة نروح نمشي خلاص لي قهوة قدر نروح ذلي بلاق. يأثم عمك لطفي وين أنا أثم لزوز مع بعضنا، لأنه علاش علاش إيه علاش؟ لأنه نحن المكان متاع الص متاع ال متاع ال في المسجد أراه ملك لصاحبه إذا كان هو من الأول فيه. إيش معناها؟ أنا دخلت شديت بقعتي، ركز معايا، دخلت شديت بقعتي وأنت شفتني بعينيك اللي أنا قمت، ممكن تقض الوضوء تاعي، ممكن جاني تليفون، ممكن أي حاجة، تمشي تاخذ لي بقعتي؟ لا لا، هذيك ملكي هذيك، واضح ولا؟ اما في غير ذلك لا. ولذلك الواحد يرد بالهم من تخطي الرقاب منهي عنه، مفهوم؟ ايوا، خاصة توا بالله برشا يسمعوا فينا توا، النساء النساء في شهر رمضان كلهم يكلموني سيدي حمود، جاء ربي يكلمهم، جاء ربي كذا، عندي تكلموا يعملوا لك بالعاني، زيدوا شوف شوف يعملوا بالله. لا، ما يجيش انك تقعد تغسل المعون وتكمل وكذا بعد تمشي، تكلم صاحبتك خذ لي بقعة، ما يجيش منهي عنه والله، إلا في مكة.
لشدة الزحام، هذيك حاجة أخرى. ولا إيش معناها شد مكة؟ يعني أنا واحد يصلي وأنا مش مقص عليه، هذاك شيء ما فيش حتى أشكال. أما في غيرها من المسجد لا. كيفاش دخيل؟ يعني على ال أنت ساعات تلقى صف التراني معبي كله والقدام فارغ جملة. نكلمهم نكلمهم بالأصل. نكلمهم تعدى. أيوة لا مش كلمة تتعدى، كلمة قول له قدم. فهمت عين؟ يا رب يصلح الحال. أبابا سيدي طه. عندنا مسألة أخرى، عندنا نحن يكره كراهة شديدة الاتكاء على الحائط والإمام يخطب، كراهة شديدة، واحد لبس عليه أموره صحيحة ولبس عليه لابد أن يقابل الإمام يقابله، أما لبس عليه وكذا ويجي يتك على لا 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 لا, لا, لا ما ثمش ها أي هذيك حاجة أخرى. أنا قلت لك أنا ما عندي حد شيء. لا لا ما يجيش. وبعد يقول ويرقد زي نعم. كان الصالحون يتنافسون في يوم الجمعة لأنه يوم القبول ويوم ترفع فيه بقية أعمال يوم الخميس، يقولوا كما هكا فهمت. وكانوا يتسابقون في الوصول إلى الصفوف الأولى من يوم الجمعة إلى غير ذلك من الفضاء يوم الجمعة. نحن تو عملنا بالعكس كما قال تو، يعني يقعد في التكة ويبدا الإمام مسكين على حاله كذا يشخر يضربها قد قد بعد إيه قوم راهو الإمام قاعدين طول يمشي يكبر وتعرفوا هذا نسأل الله السلامة. ولذلك نحن نحن اللي نقرأه في كلام ربي وكل شيء لابد أن نكون يعني ديما شعارنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب خذ الإسلام بقوة، يا يحيى خذ الصلاة بقوة، يا يحيى خذ قراءة القرآن بقوة، وهي ماشية واضح. تفضل يا سيدي أبو. شنو الفرق بين إثم ومذنب؟ باه إثم النجم يكون أنا عملت إثم لكن مش متعمد، والمذنب أنا أذنبت متعمد. فهمتها؟ لا النجم أنا توا نحكي أنا وجماعة نتلفت للأستاذ نغلط عليك أنت، هذاك أنا أذنبت لأني متعمد فيه، واضح ولا لا؟ باهي. جيت أنت بديت تحكي لي على فلتين نقطعوا الريش أنا في عوض يعني شو اسمه نقول لك ستوب وكذا، مشيت توليت تمديت معاك وقتها أنا نأثم من الأول، أما كان رديت من الأول لبس علي هذاك هو. نعم تفضل يا سيدي. ولا نكلفون لا شيخ هكا القراءة هذيك النحو هذيك مشيت عندها عاد 10 سنين و5 سنين مشيت القراءة هذيك. ولا نكلف نفسا الا وسعها. لا مش الا وس الا وسعها الا وسعها. ايوه ولا نكلف نفسا الا وسعها. اوه ضم شفتين الا وسعها. اي نعم. ولدينا كتاب. لا شيخ مزروبة فين تسكن؟ وين السكنة يا شيخ؟ آه ما شاء الله عندك حق بعيد. ما لا أخي يزر زي لا لا بشوي شيخ. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قول. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا فهمت الغلطة شنو إلا و ضم 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 القدم مليح. إلا وسعها. أحسنت. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. إلا وسعها. ولدينا كتاب. ولدينا. ولدينا كتاب. كتاب بوي بوي انزل عليا. ولدينا كتاب. ولدينا. ولدينا كتاب. لا لا كتاب بوي ريت كيفاش أنا بقيت نزل عليا. أيوة أحسنت. ولدينا كتاب ينطق. انزل انزل عليا. كتاب ينطق. كتاب ينطق. اي ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نعم الله سبحانه وتعالى من رحمته على في خلقه انه قال لا نكلف نفسا يعني ما لا نكلف احدا من عبادنا ما لا يطيق. شنو هو؟ تفضلا منا ولطفا. واضح. ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو كما يقول سادتنا كل الكتب التي تؤلف في الدنيا تقرأ إلا كتاب واحد يؤلف ولا يقرأ وهو الكتاب الذي تؤلفه أنت بيديك لما يقول لك ربنا تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك. هذا الكتاب الذي ينطق بالحق.
في آية أخرى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واصل يا سيدي الباهي. بل قلوبهم في رمضة. لا مش بل قلو بل قلوب ضم ضم مليح. بل قلوبهم في رمضة من هذا ولهم أعمال. انطق الهمزة يا سيدي الباهي. بل قلوبهم في رمضة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لا مش هم لها عاملون. أزر أزر ركز عاملون لا ولا بنخشم عاملون. قول بأنهم لها عاملون. أيوة تفضل يا سيدي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. مش قلنا حرف الميم اللي بعده الباء مفقوش سكون نزلوا عليها. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم مشعرون. لا يا سيدي يا أنيس أغزل إذا هم يشعرون. عندك سكون فوق الميم شفت ولا إيه؟ ما نلوش ننزل عليها. نحن قلنا ننزل عليها إذا كان ما فوقهاش سكون. أحفظها الميم الساكنة هذيك الميم هذه ها يغزل لها شوف. كان فوقها سكون ما تنزلش عليه. انطقها كما هي شو ها عليهم ولا واضح به أنعمت عليهم هاوك أنعمت مقولش أنعمت. الميم إذا كان من فوقها السكون انزل عليها مليح. علاش باش يبقى بعدها زوج حروف يا ميم كيفها يا ميم بعدها حرف الباء وهاوك عندك باللون الأحمر أنت انزل عليها ترى. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يشأرون. لا عاد إذا هم يجأرون. إذا هم يجأرون. مش إذا هما. إذا هم يجأرون. يجأرون. أي نعم مترفيهم يعني البرجوازية اللي لبس عليه. يجأرون معناها يصيحون ويعيطوا ويعلوا في صوتهم. واضح تفضل يا سيدي. لا تجأروا هكا يا سيدي طه. يا سيدي طه هكا توا. ولا ايه يا ترى اسمع روح. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. بالله يا سيدي طه انكم منا لا تنصرون. لا تو مش لا تو. لا تنصرون. لا تنصرون. لا تنصرون. أي سبحان الله شو لا تجأروا اليوم يعني لا تستغيثوا اليوم. إنكم منا لا تنصرون يعني لا تمنعون من عذابنا. أبابا وصل. فكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. أي نعم والناكصو فاعل على وزن فاعل. الناكصو هو اللي يرجع على عقبيه يمشي بالتوالي يقولون احنا. تصور واحد انت تحكي معاه وقال ارجع بالتوالي شو معناه؟ هو معرض. ولكن سبحان الله شو محليه القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربي سبحانه وتعالى يبين في حال هؤلاء يوم القيامة وقت يقول لهم قد كانت آياتي تتلى عليكم شو كنتم تعملوا فكنتم على أعقابكم. أنا نقول لك يا ودي بروشي آخر أخاك ما يرحم والديك بشارة تتعبد الرب تتقرب وانت ماكش لهنا. انت أثرت الدنيا على الآخر. أوقعت كل المصبت. واضح. هيا سيدتي. مستكبرين به سامرا تهجرون. عودها وفخم الراء. مستكبرين به سامرا. سامرا يقصد سامي ران 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 لا سامي ران. مستكبرين به سامرا تهجرون. 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 أيوة. تعرفوا أنه كفار قريش كانوا يعني يستهزئون بالقرآن ليلا وقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن ويبدو يسبوا في القرآن ويبدو يقولوا في كلام يعني لا يليق بالقرآن ويطعنون في كلام الله تبارك وتعالى. لكن شو سبحان الله سبحان الله قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. شنية الصفة اللي قالها أول صفة مستجيب. سبحان الله شو الاستكبار موصلك لشيء ابني وعلي برا وخلي اسمك لا يذكر. هاي المقاولين هذا مش يعرف يعني مهما الواحد طلع فلوس فين يعني
ذاك سبحان الله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. شنو الأثر اللي هنا هك؟ شنو الأثر؟ ثلاثة أنواع أثر. أيوة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا صدقة جارية أو علم بث في صدور رجال أو ولد صالح يدعو له، هذاك هو الأثر الطيب. غير هذا كله يبقى أثر يعني لما رحم الله سبحانه وتعالى. فالاستكبار أو التكبر هو جدار بين العبد وربه. علاش؟ لأنه الوحيد من مخلوقاته اللي تبنى الاستكبار هو إبليس، وقت اللي قالوا أسلم قالوا لا. واضح. ولذلك كان الشيخ الحفيان رحمه الله تعالى يوم الجمعة يخطب في منطقة لنهاكة في شيرة أريانا يفسر في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: من كانت فيه خصلة من هذه الخصال فهو على شكلة إبليس. واضح. فلم يخطب من وقتها. هاي واصل سيدي البيه. أفلم يدبروا با ولا با؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يدبروا. سيدي مراد هاك الميم فوقها شدة، انزل عليها وبينها مليح يرحم والديك. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم بالله يا سيدي عاو. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم يا شيخ مراد شو هتو آباؤهم الأولين. إيه خطر مفعول به منصوب. شو التدبر في القرآن؟ هو النظر إلى بواطن الآيات. تدبر القرآن هو أن تنظر إلى باطن الآيات وتستخرج منها مراد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله القرآن لا تنقضي عجائبه. وذلك أفلم يدبر مقاش أفلم يحفظ القرآن؟ رأوا الحفظ فرع، رأوا الأصل هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر إيه؟ فإذا تدبرته حفظته. هاي واصل سيدي. أم لم يعرفوا رسولهم؟ يعرفوا مد الفاء شوي. لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. علاش منكرون؟ فهم له منكرون. فخم الرأس ذي الباهي. فهم له منكرون. أي نعم. الراء قطرها مضمومة نفخموها. منكرون. نعم. أرجبك الآية سامرًا تهاجرون. أي؟ شنو سمر في الليل يهجرون القرآن يهجونه ويهجروا يسبوا فيه في الليل. نعم. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يقف في الكعبة يقرأ القرآن إشقال ربي. وقال الذين كفروا الحديث عنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يستهزئون بالقرآن لما يعني في الليل وفي النهار. فهناك سامرًا في السمر يعني في الليل. أبا بالغالي. أم يقولون به جنة؟ جنة. سيد الباهي سيد الباهي زيد أكنون ننزل عليها مليح 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 مليح. أم يقولون به جنة؟ شو؟ أم يقولون به جنة؟ قول. أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق. زيد تبنينها مليح. هاك الميم فوق السكون. بل جاءهم بالحق واكثرهم وانطق الهمزه. بل جاءهم بالحق واكثرهم بالحق كارهون. للحق يقول واكثرهم للحق كارهون. نعم. عندنا جنة وجنة وجنة. الجنة هي الوقاية والجنة جمع جان، والجنة هي موضع عفوا دخول المؤمنين إن شاء الله ربي يجمعنا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل سيدي العلي سيدي الشيخ بعد. ولو اتبع لا ولوي ولو اتبع تلقوا الوي بالفرنسية. لا مكبوسة
نتاع واحد عارفك ناديك وي هذيك هي ولا واتبع مش ولا وي قول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم احسنت بل اتيناهم بذكرهم بالله اقبل واحد منكم عش قال بل اتيناهم لا لا مش اتيناهم عندنا اتى واتى في القران اتى جاء واتى اعطى خذوا ما اتيناكم يعني اعطيناكم هاك الهمزه ممدوده اما هل اتاك حديث موسى ايش معناها اتاك هنا جاء كيف كيف لان هكا بل اتيناهم مش بل اتيناهم عاودها سيدي بل اتيناهم بذكرهم اي فهم عن ذكرهم معرضون سيدي شو الاسم سيدي عدنان حرف العين بالله رققوا فهم عن ذكرهم معرضون شو شو ها مع مش مع معري معرضون احسنت واصل سيدي علي ام تسالهم خرجا لا الراء سيدي علي مفخمه راهو ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين الراء مفخمه ايضا لما قالون خير مش خيرو وهو خير الرازقين نعم رب يعطي لا لحاجة والمخلوق يعطي لحاجة حطوها قاعدة الله سبحانه وتعالى يعطي لا لحاجة والمخلوق يعطي لحاجة الغالب يعني ما الجبلية متاع الإنسان أنه يعطي يعني مصلحة نقول نحن ولا الحاجة الأغلب واضح لكن رب سبحانه وتعالى لا يعطي لكن ليش قال وهو خير الرازقين ما قالش وهو أرزق الرازقين قال هو خير الرازقين أبابا الجهي واصل بسيستير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مست مش مستاء وإنك لتدعوهم إلى صراط صراط مستقيم ما هو نحن عندنا صراط بالصاد وسيرات بالسين وزراط بالصوت الإجمام بصوت الصاد والزي سيرات بالسين كان قنبل نزيد معاهم أليف السبعة في العشرة عندنا معاه واحد آخر روح وعندنا الصراط الصاد مفخمة وعندنا الصراط الحمزة فنحن نقرأها بالصاد الخالصة شيخ شو وإنك لتدعوهم إلى صي تسمع فيها مفخمة إلى صي إلى صراط قول صراط لا تبدأ بها بالسين انت قاعد تبدأ بها صي صي إلى صراط ما خرج الصاد ركز معي اعتبر انت هذا اللسان متاعي ها هذا اللسان الفرغه ديك وين راس اللسان هذا الطرف اللساني اللي هو هاول هنا واضح هذا الكل الصاد يعمل كما هكا يتكى ويمس في الثنايا السفلى لهنا الصفحه الداخليه بتاعت السفلى اعتبر هذوما الثنايا السفلى مش يعمل هكا بالضبط ايه الى صي ما شوفش للسين مش زيد نقص شويه في المساحه الى سي إلى صي صي قول وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم عم الأزهر صلي على سيدنا عادم تفضل وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة علاش يؤمنون الذين يؤمنون هكا توا الذين لا يؤمنون بالآخرة عن يا عم الأزهر الرمو فخمة بالآخرة عن معلش الآخرة تي بالآخرة عن يا عم الأزهر يهديك فأنا نقول لك يا عم الأزهر يا عم الأزهر نقول لك يا عم الأزهر ما قلت بالآخرة تي أيوة بالآخرة عن الصراط لناجين يا عم الأزهر شبيه عن الصراط لناجين يا عم الأزهر اسمع روحك عن الصراط لناكبون عن الصراط لناكبون هكا توا عم الأزهر مش سيبك الحقيقة خش عن الصراط عن الصراط لناكبون عن الصراط لناكبون سن تفضل يا سيدي ولو رحمناهم وكشفنا ما شنو حكم الميم يا الاستاذ تذهب علاش انا ما لا يمكن كيفاش سيدي
لا يوجد بعد حرف من حروف الإدغام والإقلام الميم أو الباء. ده ترجمني جواب آخر بشع. اللي حاضرين معانا يستنفعوا وزيد اللي حتى اللي يسمعوا فينا يستنفعوا. ولو رحمناهم علاش حكم هالظهار؟ أعطيني نفس السؤال نفس السؤال. اعتبرنا نحن تو في التحضير. طيب الباء والميم. قلت لك فرضا نحن تو ندج وما زلنا ما نعرفوش. كيفاش قلنا؟ حكم هالظهار. عليه. يرحم والدي هذيك هي الحكايه الكل حكم الاظهار خاطر فوقها سكون وخرج من الحكايه. لا يا سيدي بسم الله. لا لا بالحق سهل وسهل العلم على الناس. هو اسمه تجويد. هو ايش معناه التجويد؟ يعني تحسين يعني الصقل. واحد باش يصقل عندي الباب بالنهار يكون المرات في الدار قاعده تسيق لك في الدار والباب لوح ما هو ماشي يبوت هكا ولا ماشي زول النجار باش يعمل له اسقلوا اسقلوا هذاك هو نحن قاعدين نسقلوا في اللسان فنحبوا كيما تسقلوا يعني تكون حاجه سهله اش نقولوا له الاظهار يعني راك تنتقل ميم اذا كان يبقى فوقها سكون وديما يمشي هو بلا ما يشد حرف الباء وحرف الميم ما يشدش. قول سيدي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعمهون يعمهون. نعم عندنا في اللغة العماء والعمه. العمه والعمى. العمى هو اللطف عمل بصيرة والعمى هو عمل بصر. واضح عمل أسهل مفهومة. العمى هو بالهاء هو القلب بثيريتونش. واضح. والعمى هو عمل بصر. أي سيدي. ولقد أخذ فخم فخم الخاء الخاء والقاف. ولقد أخذناهم بالعذاب 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 فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الاستكانة لله تبارك وتعالى هي الخضوع له. الاستكانة أو الاستكانة هي الخضوع والالتجاء والتواضع لله تبارك وتعالى. واضح. يعني ربي سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء الظلمة بالمصائب والشدائد والقحط والجوع لا خضعوا الرب ولا تواضعوا سبحانه وتعالى ولا تضرعوا له. والتضرع هو شنو؟ هو كثرة الدعاء لكشف البلاء. واصل يا شيخ الدخش. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب. بابا أكبر بالأخضر عندك الفن. لا عنده هو بالأخضر أنت مو بالأحمر. قول. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبسلون. بالله عودة. إذا هم فيه إذا هم فيه مبلسون. شيخ ما تقولش مب لا مب. إذا هم فيه مبلسون. لا لا الباء تكون خفيفة في القافلة. إذا هم فيه مبلسون. إذا هم فيه مبلسون. أحسن. مبلسون يعني آيسون ومنها سمي إبليس. إبليس أي الآيس من رحمة الله تبارك وتعالى. واضح يا سيدي. ده توا سيدي مش عندنا نحكي على صفات ربي سبحانه وتعالى التي انعم بها علينا جميعا. اي واحنا عندنا اربع حصص من جرب ايش 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 برنامجنا نكون موضحين. به نحن باذن السميع العليم ان شاء الله اربع حصص في الاسابيع طبعا. اي سمعوني ان شاء الله. هذا كم شكر في النور كم ما نجموش نكمل. نحن بإذنه سبحانه وتعالى في شهر رمضان ربي يحيينا بخير مش نقراه يوم الجمعة مع صلاة العصر. أو كتبينكم أنت يوم الجمعة ثلاثة صلاة العصر نفس الحصة تبقى إن شاء الله. من هنا لشهر رمضان نكمل المؤمنين ندخل في سورة النور. خليها المؤمنين وكبر. عليه. ونعرضها في آخر حصة. أما هي آخر حصة؟ هذيك أنا راه مشكلة أنتم في القسم راه برشا ناس اللي قاعدين يسمعوا راهم والله يكلموني يجوجموني باش يعرضوا قاعدين يحفظوا القدم. اللي مش نقراو في رمضان احنا شي نقراو شنو المشكل؟ أنت ما هو حافظ يجعر
علاش تقعد تستنى؟ الشيخ عبد الله مش نعمل لا 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 عندنا بالله حب بالله بالله الجمعة كهو ما نجيبش السلام ما نجيبش إيه معناها مش نكملوا مش نكملوا على نحو في النور إيه معناها نكملوا في النور نكملوا رمضان بالنور إيش خاصك؟ يعني أكيد والله إيش خاصك؟ إن شاء الله ربي يفتح عليك آمين كذا إحنا اليوم باش ناخذ سورة المؤمن الكل إن شاء الله باش نكملوا النور في رمضان شيخ شكرا كله أيوا سيدي كل تمام كل بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة تفضل وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون مش ذرأكم ذرأ مش ضع سدثا وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون يا جماعة اسمع مني مش أفلا تعقلون أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال الأولون ربي كي تقرأوا أسمع رواحكم حتى اجمع اللي تفرجوا فينا أسمع رواحكم مش الأولون أسمع الأولون لا بين التشديد شو اسمع نديه بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أي نعم سيدي عندنا آئذا عندنا همزة قطع أو كلولة مفتوحة أرسلها بالباء في المصحف بعد الهمزة تلقى ألف صغيرة يعني المد والفتحة متاع الصوت متاع الهمزة مش نمدوها يعني حرك شيء بعد نسهل الهمزة الهمزة بينها وبين مخرج الياء يعني إذا متنا قلوها تروحنها إذا متنا مش إذا ما هيش ها شوفها كل واحد مش جزء تقولوا ريت الصوت هذا هو لكن آخر بالكسر إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا
باهي. الآية هذه بيدها تعاودت في سورة النمل لكن بصيغة أخرى، ركزوا فيها أوصلها في سورة النهلية. لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل. سورة النمل لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا، ما هي القاعدة؟ نحن هذا. شوف نقول وصل نحن المؤمنون هذا النمل سهلة هكا قمرها كما هكا. لقد وعدنا شنو هي الآية في سورة المؤمنون؟ شنو هي سورة المؤمنون؟ لقد وعدنا هكا المؤمنون جماعة نحن وسورة النمل هذا لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا هكا النمل قمرها هذا النمل نحن المؤمنون. فالجمارة بتاعها نحن هذا واضح. نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. تفضل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد. ما اتخذ الله من ولد. وما كان معه من إله وما كان معه من إله. اسمع بالك مش قريتها سيدي الميم هذيك بتاعنا فيه. شو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى
باش نبينوا اللي هو فعل مش ولا على يعني على فوق لا على من العلو شوف إلى الذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم ولا على ولا على مش ولا على ولا على بعضهم على بعض إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما تريني ما قل ربي او كلام ما فيهاش سكون هكا قدامكم الراء فوقها شده يعني اللام ما ننطقوهاش جمله شوف قر به عندنا ربي هذيك كلمه ربي ما بعدهاش ياء في القران الكل كي نحلوا الامن او المصحف الى اخره هنا نلقاو كلمه ربي اللي ما فيهاش ياء راه ديما محلها الدعاء يعني انت مش تحكي مع شكون على الفيسبوك ولا مش عارف شنو تبعث ومش تدعي له دعوه خير تقولوش ربي يبارك لك برغم هي موجودة في اللغة العربية لكن الأولى نتبع القرآن كلمة ربي في القرآن ما تلقاش بعدها حرف الياء هاك لأنها هكا في الدعاء فقط راهو في غير الدعاء تلقاها الباء ممدودة واضح لأنها هكا نقولش قل ربي إما لا شو ها قل ربي إما تريني ما يوعدون قل ربي إما تريني ما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا قادر الله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي الذي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون مرة واحد يقرأ لي في ختمة إجازة قال لي نحب ناخذ إجازة وحافظ كل شيء به وصل السورة هذه للآية هذه بالذات ورجعت عن واحد قلت له ترجع من الأول جديد يعني كأنه فسخ عامين ورجع من الأول يبكي وقتها يبكي وقعد فترة يعني متغشش وكذا قلت تطلعش الفوخ دبر راسك قلت له أصل هذه قال لي وأعوذ بك ربي أن يحضرون فهمت هذا يعني يأخذ في إجازة وإمام يصلي بالناس يصلي سهل الإمام ولا واحد حافظ القرآن يقول لك هكذا نحن نقول لما الواحد يبدأ يحفظ يجيبك 20 مرة 30 مرة بالوسط يوصل باش يعرف على الأقل كي هو يعني ضعيف في اللغة العربية يعرف على الأقل الشكل وهي هذيك يحضروني أصلها حذفت منها الياء لأنها رسائل وفيها تفصيل نعم
وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هاي سيدي ركزوا مليح. شوف، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تتفخم خاطر الكسرة ما هيش في نفس الكلمة، بعيدة عليها. واضح؟ قال رب ارجعون مش رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قل لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قل حتى إذا جاء أحدهم الموت. أي عاد أي عاد أي عاد. جاء أحدهم جاء أحدهم. الإمام قالوا لنا نحن همزة الأولى ولا جاء أحدهم، وهذاك يقول لي همز مغير، والهمز المغير يجوز فيه جزء أوجه، يا القصر يا التوسط. نحن في تونس نقرأ بالقصر، نعلمكم وجه آخر اللي هو التوسط. واضح؟ يعني نقول لو المرة قلنا حتى إذا جاء أحدهم، الوجه الآخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تفضل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا. هذه إيش معناها كلا؟ كلا جت في القرآن 33 موضع. كلا جت في القرآن 33 موضع، وكلهم كلا من سورة مريم وسورة الناس، يعني من البقرة الآخر الكهف ما تلقاش كلمة كلا. متفقين؟ 11 جزء نبدو بهم، و11 جاون في وسط الكلمة، و11 نقف عليه. حلوة هذه. كلا 33 موضع، 11 قسمة الخير، 11 نبداو بهم، و11 جاو في وسط الكلمة، يعني لا نجمو لا نقفوا بها لا نقفوا عليهم لا نبداو بهم، و11 نقفوا عليهم. هذوما كلا. واضح؟ ونعم بالله، الحمد لله رب العالمين. آخر واحدة فيه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. أي سيدي، نعم. لذلك نحن كلا هذه، كيفاش نقفوا عليها سيدي يوسف؟ كلا دويو. هذاك هو المفهوم تاعها، مش نقولوا دويو، النبرة تاع الصوت مش تغير. كلا فهمتوا؟ مش كلا كلا فهمتوا يا جماعة؟ نعم. إنها كلمة هو قائلها. قل إنها كلمة هو قائلها. إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. قل فإذا نفخ في الصور فلا ولا يتساءلون. ولا يتساءلون. أيوة فهمتوا الوقف هذا؟ وقف ممتاز جدا. يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. لا عنده صفتين ولا علل. ولا يتساءلون.
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا رب من لدنك علما اخلصا دائما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقران، اللهم اكرمنا بالقران، اللهم لا تهنا بالقران، ارفع شأننا بالقران، حسن اخلاقنا بالقران، طيب ارزاقنا بالقران، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. لا تبعدنا يا ربنا عن حلقات القران، اللهم اجمعنا مع القران يا رب. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لمن احبنا، اللهم بارك لمن احبنا، اللهم بارك لمن احبنا، اللهم يا رب بارك لوالدينا، اللهم بارك لنسائنا، اللهم بارك لاخواتنا، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم بدءا وختاما على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.